انا تعلمت اسبانيه قبل العربيه، لان العربيه عربيتي مازالت هشه مديوكر، العربيه ديالي مديوكر، اعترف بذلك واتحملها وبدون مركبات. انا اسبانوفون، نكتب الاسبانيون، وعندي الان كتابين كاتبهم، وعندي الكتب ثانية مشارك فيهم يعني باسبانيا. اذا بالنسبه لي يعني اقرب العالم اللي يمكن نتعامل معه هو امريكا لاتينا، امريكا، لانه كثير من الثقافات اللي انا قريت هي قريتها من خلال كتاب امريكيين، مثلا غارسيا ماركس، يعني بزاف، فهمت ذلك بدون ما نعلل الاسامي هنا. اذا معنى الهدف، هدف العالم كيف نعرفه فيه لغات، وانت تمشي للغه اللي انت وانت تحب تعبر فيها، لانه استعمال اللغه في حد ذاته ليس بالامر سهل كيف نعرف. اذا نقيس امريكا اللاتينا، لان امريكا اللاتينا وهي اقرب لنا شيء في الواقع في العقليه، فمن نشوفه، لانه هذا امريكا اللاتينا مثلا كانت حتى هي عانت من الهجره ومازالت تعاني من الهجره، والهجره جات هي الهجره ديال العرب مثلا قبلها اللاديين اللي هما اليهود اللي كانوا مشاو من اسبانيا ويعني خاضوا على المغرب ومشاو لدول امريكا اللاتين. ولكن كاين ملي الهجره العربيه اللي جات في زمن العثمانيين، واللي ولاو يسموهم كاملين التركو، يعني الاتراك. وفيه دول اللي الرؤساء اللي بما فيه ذلك هذا سالفادور، الرؤساء اللي اصلهم عرب، اباتهم عرب، ولا مثلا على انهم نفس. اذا عندنا مع هذه امريكا اللاتينيه ارتباطات كثيره جدا، ومشاكلهم اللي عانوا منها قريبه جدا من ناحيتنا حنايا. اذا انا بالنسبه لي امريكا اللاتينيه هو يعني عنصر اساسي مهم في العالم اليوم، خصوصا دول العالم الثالث. احنا من دول العالم الثالث، اذا هذا ربما الجانب الثقافي والميول الفكري ربما، فهمت، هو اللي ادى بنا نركز على امريكا اللاتينيه.